ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا. النهارده هحكي لكم قصه من اجمل القصص الرومانسيه اللي ممكن تتابعها، روايتنا للكاتبه الجميله سوما العربي. يلا بينا نتابعها مع بعض. وقبل ما نبدا احب افكركم، لو انت لسه ما اشتركتش في القناه اتمنى تشترك فيها وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. ولو عجبتك القصة ما تنسونيش بلايك فضلا وليس امرا. ويلا بينا نبدأ. فقرر قاسم انه هيعلمها قواعد عشقه من البداية، فكان بيمشي بهيئته المعتادة اللي بتدوب قلوب كل العاملات عنده، ومع كل خطوة كانت فتاة بتتنهد بهيا وهي بتتمنى ولو يبصلها بالخطأ حتى. فدخل لمكتب مها ولقي اللي خطف قلبه واقفة مع مها ومحسن وبتتكلم بمرح، وسيباه هو في مكتبه بيتكوي بنار العشق. هو عارف انها صغيرة ولسه ما تعرفش بالكلام ده وباحساسه تجاهها، فهيتغاضى عن غضبه لحد ما يفهمها. فدخل بلهفة وسط ذهول مها ومحسن اللي زاد اندهاشهم لما شافوا قاسم بيمسك ايديها ما بين ايديه بحب وجذبها لأحضانه. فشهقت مها بصوت مسموع واتسعت عيون محسن وتوقف عقله عن العمل لما سمع قاسم وهو بيقول بصوت مبحوح من الحب وهي في أحضانه: حبيبتي ما جيتيش عندي الأول ليه؟ خرجت جودي من بين أحضانه بخجل وهي مش قادرة ترد ولا حتى تبص في وش اللي واقفين قصادها، فحس هو بخجلها وسحبها معاه متجه لمكتبه وهو بيقول: يلا تعالي معايا. وخدها وخرج بفرحة وهي في يده، ومرت دقايق ومها ومحسن على نفس وضعهم وهم متسمرين وعينيهم متسعة وبقهم مفتوح من الصدمة. دقايق واستعاد عقلهم العمل، فقال محسن لمها: مها هو ايه اللي بيحصل ده؟ هو ده قاسم مهرة؟ هزت راسها بصدمة وبلاها فتكلم تاني: واللي كان بيقول لها حبيبتي وبيحضنها دي جودي بنت خالتك اللي في تانية ثانوي. هزت معها راسها تاني ببلاها برضو، فشدها محسن عشان تقعد جنبه وقال: لا لا تعالي اقعدي جنبي كده وفهميني ايه اللي بيحصل. قعدت معها جنبه وبدأت تحكي كل حاجة. مشى قاسم وعلى وشه فرحة وكأنه طفل يتيم ماسك لبس العيد، وهي معاه بتبقى كل حاجة جميلة، مهتمش بنظرات العمال المنصدمة ولا بالبنات اللي كانوا بيبصوا بحقد. فدخل لمكتبه ومر بمنى اللي كانت واقفة متغاظة من جودي، فبقى واضح قصادها ان قاسم مهتم جدا بالبنت دي وليها مكانة خاصة في قلبه لدرجة ان هو بيروح يجيبها بنفسه، ودي مش اول مرة. فقفل باب المكتب وهي لسه في ايده وتدور وجذبها لحضنه بمنتهى الاشتياق، فاستكانت ما بين احضانه مستسلمة لكل الحنان ده ومستلذة بشعور الدفء اللي بقت حاسة بيه تجاهه وما بين احضانه. فاعتصرها قاسم ما بين ايديه وهو بيشم فرحتها اللي بتديه انفاسه عشان يعيش من جديد، فشم عطرها وقال: وحشتيني قوي يا حبيبتي. دق قلبها من كلامه الصريح بكلمة حبيبتي مستشعرة صدقه مش تلعبه بيها، وفضل محتفظ بيها داخل احضانه مش عايز يخرجها لحد ما قالت بصوت هامس من الخجل وشدة المشاعر اللي مسيطرة عليها: قاسم. احتضنها اكتر واعتصرها ما بين دراعه وقال: عشان خاطري بلاش تقولي اسمي كده، انا بعافر عشان امسك نفسي عنك. وبحكم عمرها ما فهمتش قصده، فخرجت من احضانه وقالت: ماسك نفسك عن ايه؟ بص لها بابتسامة وقال لها: لو قلتلك هتقع من طولك خليكي مش عارفة أحسن، لما نتجوز هعرفك كل حاجة على إيدي.
اتسعت عينيها من الصدمة من كلمة نتجوز، فهل قرر الجواز بيها؟ فقالت بذهول: نتجوز؟ ايوه طبعا يا حبيبتي. انت بتتكلم بجد؟ طبعا يا روحي، انت فاضلك 7 شهور وتكملي 18، ووقتها اقدر اتجوزك. سكتت جودي من الصدمة، فشدها وقعد على الكنبة وقال: استني هطلب لينا الغداء عشان ناكل مع بعض. ابتسمت وهي لسه مصدومة، فمسك قاسم تليفونه وطلب الأكل من أحد مطاعم الوجبات السريعة، وقال لها: طلبتلك بيتزا، شكلك بتحبيها. بموت فيها. يا نهار اسود، والله وجه اليوم اللي اتمنى فيه لو كنت بيتزا، قالها بمنتهى الجدية. فانفجرت جودي في الضحك على كلامه، وهز هو راسه بيأس وهو بيبتسم، وجذبها تاني لحضنه. وبعد شوية طرقت منى الباب عشان تدخل بالأكل، فكانت جودي لسه قاعدة في حضنه، فشهقت منى بضيق وصدمة. أما جودي فكانت عايزة تخرج من بين أحضانه، ولكن شدد من احتضانه ليها ومنعها من إنها تبعد، فوضعت منى الأكل ومشيت وهي بتبص لجودي بمنتهى الغضب، لأنها جعلت قاسم مهران عاشق متيم بها. فما سبقش ليهم ان حد شافه بيهتم بشخص كل الاهتمام ده ولا يظهر حبه ليه، فاللي كان بيحصل العكس، البنات هما اللي بيجروا وراه مصرحين عن حبهم ليه وهو ما بيهتمش ليهم. وفي صباح تاني يوم في شركة قاسم مهران، كان جميع العمال بيتداولوا الفيديو اللي انتشر خلال يومين بصورة رهيبة على مواقع التواصل الاجتماعي، واللي ظهر فيه رب عملهم قاسم مهران وهو شايل جودي محتضنها وبيدور بيها في المكان في مشهد رومانسي جميل. فالصدمة احتلت ملامح الجميع، وخصوصا البنات اللي كانوا بيشوفوا الفيديو بحسرة وخيبة أمل، فكل منهم كانت بتخطط انه يوقعوا قاسم. حتى مها بنت خالتها كانت بتشوف الفيديو بصدمة وغضب كبير، فقامت من مكانها بعصبية ومقررة انها تروح لقاسم في نفس الوقت اللي خرج فيه عادل من مكتبه عشان يتوجه لمكتب قاسم عشان يعرف ايه اللي بيحصل وايه هيعمله في الخبر ده واللي انتشر بسرعة في كل الصحف. اما قاسم فكان داخل لشركته وهو ملاحظ حركة غريبة ما بين الموظفين ونظراتهم الغريبة، فطلع لمكتبه واستقبلته منى السكرتيرة، واللي ظاهر عليها الغضب والسخط على كل ملامحها لأنها شافت نفس الفيديو لأكتر من مرة. فدخل لمكتبه باستغراب من نظرات الكل الغير عادية، فمن المستحيل أن يكون كل ده صدفة. وفي اللحظة دي دخل عليه عادل بدون استئذان، فتكلم قاسم: في ايه يا بني آدم انت؟ ممكن تفهمني ايه اللي انا شفته ده؟ شفت ايه؟ اتفضل. ادى عادل التليفون لقاسم وهو بيفتح الفيديو اللي انتشر بسرعة البرق تحت عناوين كثيرة، منهم اللي بيقول معشوقة قاسم مهران الجديدة، ومنهم اللي بيشيد بالمنظر الرومانسي ده. فكمل عادل كلامه وقال: كل الصحف نشر الخبر، بس انا هعرف شغلي معاهم كويس، وبكرة هينزل تكذيب للخبر والفيديو هيتحذف. لا طبعا ما تكذبش حاجة. بصله عادل باستغراب وقال: نعم ليه؟ ما كل ما بينزل خبر ليك زي ده وبنكذب الخبر، بس المرة دي مش زي اي مرة، بالعكس انا عايز الخبر ينتشر. في ايه يا قاسم؟ انا ما بقتش فاهمك ولا فاهم اهتمامك بالبنت دي. ايه هتخيب على كبر ولا ايه؟ ده انت عديت الـ30. عارف، بس اعمل ايه دونا عن بنات الدنيا دي كلها ما حبيتش غير طفلة عندها 17 سنة. انت اكبر منها بـ13 سنة يا قاسم، فكر في الموضوع كويس. اعمل ايه يا عادل؟ والله لو بايدي كنت بعت، بس مش قادر، مش قادر يا عادل. طب مش خايف من بكرة شاب من سنها مثلا يعجب بيها وهي كمان؟ وعند الفكرة دي صرخ عليه قاسم بمنتهى الغضب: ده على جثتي، على جثتي، انت سامع يا عادل؟ على جثتي. اتصدم عادل من هيئته ومن حالته اللي ميؤوس منها، وفي نفس الوقت
دخلت عليه أمها وهي واضح عليها الغضب الشديد، فما قدرتش تستنى عادل عشان يجيب لها نتيجة كلامه مع قاسم زي ما وعدها، فبصل لها قاسم وتنفس بغضب، فحالته دلوقتي اللي وصل لها ما كانتش ناقصة غضب مها كمان، فاتكلمت مها باندفاع: قاسم بيه، احنا لازم نلاقي حل للمشكلة دي. مشكلة ايه يا مها؟ الفيديو المنتشر ده والاخبار اللي مالية المجلات، احنا لازم ننزل تكذيب. بس انا مش عايزة اكذب الخبر. اتسعت عيون مها فقالت: يا فندم، مع احترامي لحضرتك، بس كده سمعة جودي هتبقى. خلي حد يجيب سيرة جودي بكلمة وحشة وانا هدفنه مكانه. بصله عادل ومها بذهول من هيئته الجديدة كليا، فكملت مها كلامها واللي خلى عين قاسم اظلمت بغضب جحيمي: بس يا فندم، دي بنت، مين هيرضى يتجوزها وهي ليها فيديو؟ فقطع حديثها للمرة التانية صوت قاسم الغاضب باسمها وهو بيكسر في كل شيء قصاده، ووقف قصادها وهو بيتكلم بتحذير: لو سمعتك جبت السيرة دي قدامي او قدام حد او حتى في سرك مع نفسك، هتشوفي جحيم جهنم على الارض. جودي بتاعتي وهتبقى مراتي، مجرد ما تتم السن القانوني هتبقى مراتي، مفيش سيرة او اسم اي راجل هيتحط جنب اسمها غيري، انت فاهمة؟ قالها بصراخ انتفضت ليه مها وعادل كمان، وادالهم ظهره وقال: اتفضلوا يلا على مكاتبكم، وثواني وكانوا مشوا، وكان قاسم واقف لوحده بعد ما خرجوا فورا لانهم ما يقدروش يواجهوا غضب قاسم. ولحد هنا تكون خلصت حلقتنا، بس قصتنا لسه ما خلصتش. يا ترى ايه اللي هيحصل بعد انتشار فيديو زي ده لجودي وقاسم على السوشيال ميديا؟ ويا ترى ايه هيكون رد فعل جودي نفسها عن حاجة زي دي؟ والفيديو ده هيقف لحد كده ولا لسه هيسبب مشاكل اكتر؟ كل ده في حلقتنا الجاية بإذن الله. حبيبي بعتذر جدا ان الحلقة مش طويلة، بس بجد اللي قدرت اجهزه في الجو الصعب ده والبرد اللي عندي، اتمنى تقدروا مجهودي وتعبي وتوصلوا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات. ولو انت مش مشترك اتمنى تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامة.